بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة ده النموذج اللي نازل على المواقع، طبعا نموذج استرشادي للصف الرابع الابتدائي الترم الأول. طبعا ده أسئلة أو مواصفات الامتحان المجمع اللي إن شاء الله الطلاب هيمتحنوه يوم 1 مارس، ولكن أو 28 فبراير. طبعا الصف الرابع يوم 28 فبراير، ولكن طبعا دي المواصفات اللي حتى الآن موجودة، ولكن لم يبت فيها كلام نهائي، ولكن الامتحان هيكون بالشكل اللي قدامنا. أما عدد الأسئلة والمواصفات النهائية فلم تعلن بعد، ولكن دي المواصفات اللي هي حتى الآن معلنة، ولكن لو أي جديد إن شاء الله أو أي تغيير في أسئلة أو المواصفات الامتحان المجمع انتظرونا إن شاء الله على القناة. بالنسبة لورقة الامتحان المجمع هيكون فيها سؤال لغة عربية زي ما احنا شايفين، ومعانا إن شاء الله بيبقى فيه سؤال دراسات ثانية، رياضيات ثالثا، رابعا علوم، والسؤال أو السؤال الأخير هيبقى خاص باللغة الإنجليزية. لو جينا نستعرض الأسئلة أو نقرأها عشان الطلاب إن شاء الله يحاولوا يأجوا الأسئلة دي تمرين وتدريب على الامتحان. طبعا أنا هقرأ الأسئلة وكل واحد يجيب كراسته وقلمه ويأجب الأسئلة. طبعا بالنسبة للطلاب الصف الرابع الامتحان اللي قدامنا هنأجبه في نفس ورقة الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، أولا اللغة العربية من موضوع شرم الشيخ مدينة السلام، اقرأ ثم أجب. بكار، قرأت يا صديقي في الإنترنت أن مدينة شرم الشيخ أطلقت عليها منظمة اليونسكو لقب مدينة السلام، ما معنى أطلقت وما جمع مدينة وما مضاد صديقي؟ ب، ضع علامة صح وعلامة أو علامة خطأ أمام كل عبارة مما يأتي: سيناء أرض الفيروز، صح أم خطأ؟ شرم الشيخ تقع على البحر المتوسط، برضو هنشوف إن كانت الجملة صح أم خطأ. بالنسبة للرقم ج، استخرج من الفقرة اللي احنا قرأناها فعل ماضي، كلمة جمعها ألقاب، جملة فعلية اسم. استخرج من الفقرة فعل ماضي، كلمة جمعها ألقاب، جملة فعلية اسم. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هات معنى ينبئكم ومفرد المؤمنون. ب، رقم 2، بما أمرنا الله تعالى في هذه الآية. بما أمرنا الله تعالى في هذه الآية. بالنسبة للسؤال الثالث، ثالثا الدراسات الاجتماعية، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 1، يجرى تعداد السكان مرة كل نقط سنوات 11 10 12 5، يزداد عدد السكان في نقط الصحراء الشرقية ولا الصحراء الغربية ولا وادي النيل ودلتاه ولا ساحل البحر الأحمر. من المحافظات الجاذبة للسكان: أسيوط، قنا، أسوان، القاهرة. رقم 4، من عوامل قيام الحضارة المصرية: نقط الطقس، الجيش، الكتابة. رقم 5 معنا، تفوق المصريون القدماء في نقط الطب ولا الفلك ولا العلوم ولا كل ما سبق. ده بالنسبة للجزء الخاص بالدراسات. بالنسبة للرياضيات، أكمل أصغر عدد مكون من 6 أرقام هو نقط. رقم 2، المليار هو أصغر عدد مكون من نقط أرقام. رقم 3، 36,176 على 68 بتساوي. رقم 4، اكتب عددين كل منهما مكون من 7 أرقام والفرق بينهما مليون نقط. أوجد العدد الذي إذا قسم على 48 كان خارج القسمة 625 والباقي 17. يبقى السؤال الأخير في الرياضة، العدد، ما هو العدد الذي إذا قسم على 48 كان خارج القسمة 625 والباقي 17؟
بعد كده عندنا رابعا الجزء الخاص بمادة العلوم. طبعا سؤال تخير، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 من أمثلة اللافي للذات عنصر نقط، يا ترى الحديد ولا الكربون ولا النحاس ولا الألمنيوم؟ رقم 2 عند خفض درجة حرارة بخار الماء، نقط ينصهر أم يتكثف أم يتبخر أم يتسامى؟ رقم 3 معانا، يقاس حجم المادة الصلبة بوحدة نقط، يقاس حجم المادة الصلبة بوحدة السنتيمتر ولا السنتيمتر مربع ولا السنتيمتر مكعب ولا السنتيمتر أس 4 مكتوب 4؟ رقم 4 من المواد الغازية، نقط الخشب ولا النيتروجين ولا الزيت ولا البلاستيك؟ الخشب ولا النيتروجين ولا الزيت ولا البلاستيك؟ رقم 5 معانا، أجمل الكواكب هو، نقط المريخ ولا الزهرة ولا المشتري ولا أورانوس؟ طبعا ده 5 أسئلة بالنسبة لمادة العلوم. بالنسبة لي الجزء الخاص بفقرة أو جزء اللغة الإنجليزية، ربما يجينا read and correct and write true or false أو choose the correct answer، يعني اختيار الإجابة الصحيحة. فلو احنا جالنا السؤال read and write true or false، يعني اقرأ واكتب true يعني صح or false if طبعا يعني خطأ. طبعا جايب لنا في الصورة زي ما احنا شايفين صورة باص يعني أتوبيس، فبقول لنا نمبر 1 اتس ا باص، ده باص طبعا ترو ولا فولس؟ مفروض ان هي ترو، يبقى هنيجي عند ترو هنا في الامتحان ونكتب حرف التي. اتس ا ترين طبعا بيقول لنا ده قطار، نقول له ايه؟ فولس. تيجي عند الفولس اللي هي نمبر 2 جنبها ونكتب حرف الاف. اي جو تو سكول باي باص، بقول له انا بذهب المدرسه بالباص، ما ترو لان ده باص. I can see a car، أنا شايف في الصورة car، طبعا false لأن دي ايه؟ bus. زي ما احنا شايفين السؤال قدامنا بالنسبة للسؤال اللغة الإنجليزية سهل جدا. بالنسبة للعلوم طبعا الخمس مواد لابد ان هما هيجونا في ورقة الامتحان، سواء اللغة العربية سواء الدراسات. يبقى أولا بتبدأ الورقة معانا باللغة العربية بالدراسات الاجتماعية، وبعد كده بيجينا سؤال الرياضيات ومادة العلوم، ولكن ناخد بالنا من حاجة، ومادة العلوم وخامسا اللغة الإنجليزية، ولكن ناخد بالنا من حاجة، ممكن الأسئلة اللي معانا زي ما احنا شايفين في أعداد في 5 وفي 4، ولكن العدد الصح اللي أنا همتحن فيه والمواصفات النهائية لم تذكر بعد. يعني أي موقع يقول لي ده الامتحان، لا خطأ، المواصفات الأكيدة للامتحان لم تذكر بعد، ولكن إن شاء الله مجرد ما تذكر بعدد أسئلة كل مادة والمواصفات النهائية ما إن شاء الله هننزلها وننزل معاها نموذج نهائي، ولكن ده نموذج استرشادي يعني شكل ورقة الامتحان، وطبعا الأسئلة اللي هتجيلنا في الامتحان هتجيلنا على نفس نمط الأسئلة اللي احنا شايفينها. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى التوفيق للنجاح والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.